السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير ومبارك عيدكم. كيف تدرون متناش اليوم؟ والله يا ابوكم من صباح الله خير. عين راقد ما بمخر والله، الساعة وحدة تقريبا 12 ونص وحدة، يا غير ناش نشيط ناش نشيط، لأني الكنديشن ما أخليه بارد على الآخر، لا أخلي شوية البرودة أخف، لأن إذا تخلي الكنديشن وايد بارد يكسر لك عظامك، فلذلك ما تشبع مرقاد، هي ذاك اللي تبي تدفى ومتدثر وعندك ودونك، فلذلك ما تشبع رقاد. ولا أنا والله يا أبوك مني أخلي أخف يعني على درجة 20 تقريبا 21، فأشبع رقاد، فجسمي ما نش متدقدق، أنا شب خير وسهالة ورقم واحد. ومن الصبح واعي، ما خليت مسج ما قريت، ولا خليت معاير ما سمعته من اللي عاير. عاد انتو حبت تقولون شو معايرة، هذا اللي يحفظكم اللي في الانستغرام، اللي في الانستغرام ولا اللي في على اليوتيوب ولا اللي على اي شو اسمه اللي على السناب، لا معاير لا بد ولا عذر. ان قلت هذا ابيض قالوا املح، ان قلت هذا ملح قالوا خضر، ان قلت هذا خضر قالوا غبر، يعني ما ان سلمت على احد قالوا ليش مسلم، اما سلمت قالوا انت ما سل. تمتحن يا البنادم او يا الناس هايل اللي ما عندهم شغله، يوم بتدخل حسابهم وبتلقط 3 انفار 7 انفار اللي يتابعونها، فشو يسوون؟ يدخلون حسابات العرب ويسبون الناس حق انت تصير وترد عليهم، فرديت عليهم سويت لهم قدر، ونسويت القدر اكيد بيقولون هذا ما سوى لهم قدر الا ناس مهمين، يوم بيدخلون عليهم هذاك يدور بس الاضافه، يبى حد يسمع حد يبى حد يدريبه ولا حد يحسبه ولا حد شل منه همه ولا حد درابه كان حي ولا ميت. يا ابوي فكوا العرب بالصدع والديانة ودعوا الخلق للخالق، وش تبون بالناس اللي يمشي مفصخ واللي يمشي ويطيح ولا اللي عري ولا المحتاس ولا اللي ضارب انه خازباز ولا اللي ضارب انه ببريجع، شو تبون بالعرب؟ خلوا الناس تمشي وخلوا الناس عايشة، إلهم رب يحاسبهم كان سووا عدل ولا مايل. انت ما بتصلح الكون، لا بترم تصلح الكون، لا اللي لبست قصير بتقولها بلاش، ولا اللي لبست طويل بتقولها فستانك يتعج، ما يخصك انت في اللوادم ولا يخصك انت في العرب، متعنين متصرفين حد من اللوادم، يعني رب العالمين انتم موكلنكم على خلقه، رب العالمين ابوي ما وكلكم انت، هاي عندهم هاليتم تردهم، هاليتم ما راموا لهم، انتم بترموا لهم. الله العظيم اقول لكم يا حد من العرب ين عجبه متعني ومتصرف في امور لا تعني ولا تخصه، من يشوفون أدنات الدون انتقادات اللي ما توجف الانتقاد، حتى يوم بيشوفونك ماشي لبسك ب ب ب ب ب تمشي بالقو تمشي شوي شوي، كل شيء ينتقدونه، لان يعني لو سويت اللي تسويه عن التأدريب لا بد ولا عذر. حد من العرب سبحانك يا رب ممتهنها مهنة خدمة التأدريب، هذه شغلة التأدريب قابضنها مهرة له دبت حياته، وتلقط هل بعد هالنمونة ويدوده، واللي ما يشابه يدوده ترى مسروق، اللي ما يشابه هله مسروق، حد منهم والله يغلد الغير، هو يتحرى الشيء هذا صح، هذا أبوي ما بصح أبدا ما صح. الامراض انا ابوي اموري طيبه والحمد لله بخير وسهاله، خطف علينا اول يوم العيد باجمل حله كان، ويهنا العرب اللي فيها خير، وشفنا الناس الطيبه وشفنا الناس الايواد وشفنا ريحه الدار وشفنا الناس الزينين، وشفنا ابوي اللي يتعالجون، شفنا الطلبه وشفنا التيار وشفنا العشيريه وشفنا المشايخ وشفنا كل حد، اللهم لك الحمد، هذه روحها نعمه يبالها حمد الشكر، نعمه يبقى الحمد والشكر. يا الله يا رب انك لا تغير علينا الا الى الاحسن والى الاجمل. ما تتصورون اللي سواه البارحه مرشد بن ثاني بن مرشد ابو ثاني على الله يحفظه، وخليفه الخوري ابو فاطمه، حفل الاستقبال صبحيه العيد اللي سووه في فندق لازامبرا اظني اسمه، نسيت والله شو اسمه غلج، اللي هو فندق الجهاز هذاك اللي تحراه
قصر شداد بن عاد تبارك الرحمن. كان حفل استقبال للعيد جميل في منتهى الروعة، في منتهى يسدك الابتسامة، والشباب اللي ما شفناهم من سنة دقيانوس، والعرب الناس الطيبة، ريحة الأصالة وريحة الطيب وريحة هالدار اللي من بوظبي لين الفجيرة كلها العرب حاضرة، جميع الناس حضروا من صغار وكبار، ومسوين هاك المايوب اللي ما شي شراته، هاك الأكل الطيب اللي كل أكل الطيب اللي ضاب للريج من حلويات ومشابيس وهرسات ما صورته لكم البارحة. واللي أخير عن هذا كله الاستقبال والفكرة، هاي روحها جميلة، الفكرة هذه، يعني انك تلم بني عمك وجماعك في مكان وتسوي لهم مايوب وتعلن عن انك اللي بيي بنت تسولفون ويا الجماعه وهم يجدمون، والله يا ابوكم انهم صغار تنفسهم فيهم هالجماعه، ما في حد على الله يحفظهم ويبارك فيهم، لكن ما ابغى يعني ما بشيء جديد على هالامارات، هذا الشيء مره ما بيديد على جماعتنا، على الله يحفظهم ويبارك فيهم. والله لو بشكر من يوم لين بكرة، يعني الشيء اللي مسوينه شيء بالعظمة، وشيء كان لفتة جميلة، الله يطرح فيهم بالبركة. يوم اللي رمسة بس عليكم، عاد من صباح الله خير، ما شيء موضوع، بنرمس إن شاء الله ونحن ظاهرين، إذا الله جعلنا من الحيين إن شاء الله. يلا ما يندرى بهلال عاد حين، هو راقد هو واعي، وين أرضى وين سما، العلم عند الله. هذا أنا اليوم وهي كشختي، عبارة كشخة يعني، قميص مبكر وعيبني لأن شو ما يبالك هوي ومتعايزة أكوي كاتبون الصدق، بس هذا هاك اليوم لابسنه واليوم لبسته والجوتي هذا تحيدونه بس، والدنيا مطرجة، والحين بظهر بقبض الدتش شرق وغرب، بخويطها مخويط الهندن، ما لي رد إلا أذان المغرب. يلا وإلى اللقاء في الطريق. وهلال قال أبوي أنا ما بترياك، أنا عندي شغل بصير في قضيان لازم عندي. قلت له الله يحفظك بترياك؟ قال لي لا ما بلي التحليل، لا الله يحفظك. قال لهم بارد بخلص بسويت لكم، ما عنده وين ساير، هذا إنه أخذ وين ساير، الله أعلم به. شفتوني ما شاء الله علي تبارك الرحمن، سلام. بعدين نزلت وخطفت أبوي، عبرت الشارع الطرف الثاني. يوم نزلت من الفندق وعقب قلت في خاطري إن شاء الله حدني أمشي بين السيائر، وعرسته بقبض أبوي طريقي مال العام المتعارف عليه، هذا هو، وبمشي أبوي لين تعيز خيل أبوي، بمشي لين هذا منه، هذا طريقي اللي أدله وعرفه، وضاري كل يوم اكتشف اكتشافات جديدة فيه. والطرف هذا اخي عاد وايد عرب، الطرف هذا وين البحيرة عالم وايد، يعني ما تروم تمشي كثر الخلوق، وهذا الطريق انا يعيبني، هو نظيف وتهب مهيبة لطيفة، والجو في منتهى الروعة، الجو اللندني الأولي وأنا سو شراغة والحمد لله. شوف هالأشياء الجميلة، شوف هالشيء زين، ما بتستانس الماء وغمضني هاك الرجال حليلة، روح ميلس وحيد، يا الله يا رب، ماشيين الوحدة، ماشيين الوحدة، يا الله يا رب انك تفتش عيرته هاك الرجال فقير، ما يندر شو بلا ما تضاربين عياله وياه، ماتوا عياله، ماتت حرمته، ولا ما عنده عيال، ولا ما عرس بالكوفة ظنكم، شيفت واحدة ما عرس، يا سيقرة جريدة تتحب وحدة ببنات إيرانهم، وصار بيخاطبها واتضح انها ابوي محير انها ودعمها، قالها حاول او شرق وغرب مني، قال ابوي الا كان ابوي بتترخص من ولد العم، صار ترخص من ولد العم، قال ولد العم لابوي بنت عمي، وانا اقرب انا ولابها وانا ترياها من يوم نحن صغار،
وكبرنا ضربة، وأنا أبوي سامحني، أنا هاي بنت عمي ولا القط الدورة منها. نشأ الله يحفظكم ورد، ها بلادهم الأصلية أفغانستان. قال أبوي بلاد ما باخذ تماظر، اسمها تماظر هي، قال بلاد تماظر ما فيها ما أريدها، كان الله الغني عنها. واشهد أن أبوي ودر أبوي بلاده اللي هي أفغانستان، ويا وعنده بيزات، كان بعد عنده بيزات، بيزات فيها خير، يا وفتحت كيكين كيكين والله رزقه والحمد لله. والدكان اللي هو مستاجر انه راعي البيت عند بنيه، والبنيه بغته وقال لها سامحيني انا قلبي ابوي عند تماظر في افغانستان، وانا ابوي تبين مخوه الدنيا، سلام عليكم، عليكم السلام، بعد فيك القصيد وبعد فيك المديح، وما بخلي شيء ما بقوله، يا غير ابوي وخيل سامحيني. ومن هاك اليوم عاش ابوي هالعيشه وهاي حياته. يلا تقولون ما سويت لكم قصة؟ قصة طويلة طويلة عريضة بأحداثها بعلم. شفتم الله عليكم حد يروم؟ لا إله إلا الله، ما إن شاء الله تبارك الرحمن. هذا الملك اللي هاك اليوم عديت لكم قصة كاملة موجودة على اليوتيوب، كاملة عديتها 3 أيام على تلا، وكان برد موت، والله إن برد موت. أيوة تفيز وعد القصة كاملة 3 أيام اللي خلصت، كم طولها قصته؟ ندمت أصلا إني عديتها من كثر ما هي طويلة، هي أصلا ما بطويلة، روحي أنا ما طبطها. فأقولكم وهذا ها كان المشغل ماله ألبرت، قصة طويلة عريضة، كم مبطيت 3 أيام وأنا عدها، والله برد موت كان عامات الأول. ألبرت 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 لو أدوارد، والله نسيته، ألبرت ولا أدوارد، كاملة هاك اليوم والله عديت، غير نسيته حين حتى الأحداث نسيته. شحليلهم صغارية، هذا عاد الأستاذ مالهم يعلمهم تزحلق. حليلة كنا ممنوع تصوير، أنا ما بممنوع، لو ممنوع قال بيفتن، ما فتن سويت. حليلهم، هذا واحد يعلمهم الرول سكيت زين، هاك يعلمهم تيشيرات الكركت، الكركت حلو والله. رياضة جميلة، خطفون الوقت عليهم. هذا أنا أقول شكلك شرات المريخات، قال لا أنا أبوي مبني المريخات، أنا خالي جمال. قلت له زادك جمال الحقيقة، قلت أبوي زاد غادي فنان، صرت على خوالك أبوي. كيف حالك؟ وليش ما تباني أصورك؟ والله ما احب الكاميرا، شوف انت زين، مو صديق الكاميرا، انزين الكاميرا اداني روح الحين انا اريد اصور بيعك، ربيك ما الكاميرا ربوي تسلك الكاميرا جدا وين تحب. يا الله حالك ابوي؟ الحمد لله. شو اسمك انت شيخ؟ احمد بن خليفه. والله والله والنعم. ابو ظبي من دبي؟ من دبي. وانت من دبي؟ من دبي. تدري قبل اول ما شفتك انا تحريتك من عيال قب بن عوضه، لكن عيال قب بن عوضه نفس الشكل سبحان الله. هي والله تحريت كله منهم. إيه لا. يا الله يحفظك. الله يحييك. شايف الخاطر؟ والله سلامك الله. زين. أقول لكم الملك اللي عديت العام قصته هنا في اليوتيوب اسمه ألبرت، هذا اللي توني صورتكم إياه، وهذا قدام المرسم، هذا المعمل ماله كان الأول. من كثر ما تحبه الملكة أنشأت له هذا المرسم والمعمل مال التحف، وسموه ألبرت 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 هول. أنسى اسمه، اسمه قلج. ما سموه الا البرت هله. هذا يوم اقول لك ادب الخيل في لندن، تراه ادب الخيل في لندن، ما بادب الخيل في بمبي. ايوه شوف ايش قام ادبات خيولهم. ايوه 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 يا سلام يا سلام يا سلام سلام. الحين بيدخلون ابوي هاي البوابه اللي تشوفونها لها على اليسار، بيبدلون الشفت
هاي بقول لك أدب الخيل في لندن، أدب الخيل في بمبي. لا لا ها 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 وين 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 اي ها ابويا صوروا العرب وخلصوا وانت ثائر تربع توك. شوف الحين هذا بيدخل هذا البيت مال الخيول تحت الارض، نسوي لهم اسطبلات وعزرايين وطحنة الزمان. الحمد لله اني لحقت صورك تو. لو صرت هناك عند البوابة ارويكم بعد طقوس، طقوس لهم في تدخيل الخيول البيت هذا. قبل البيت هذا اللي تشوفونهن اغلى شقق في شنتيه لندن، ون هايد بارك اسمهن. ها عدال هاللوادم هذا ون هايد بارك، اغلى شقق في شنتيه لندن. ما من الاوليات الجدام، ها من ما من الكلاسيك يعني. هل شو هل الكلاسيك هل تفونه هل الكلاسيك الاوليات المعروفات غير هاي؟ لا اظني كانت بنايه هاي وطاحت، ولا ارض متنازع عليها ورثه وحد خدها وبنى عاد البنيان هذا واجرها. ويقول لك اغلى شقق في شنتيه شو يا لندن. على فكره شباب ابوي عزبوني واستعزمت لهم، عازميني على وينو على قهوه وليه تصورني؟ نسيت انت شو اسمك؟ حمد. حمد حمد بن خليفه وخليفه انت حمد بو خليفه. حمد بن خليفه. حمد بن خليفه وانت سعيد بن خليفه. سعيد ابو اخوان. هذا انت الاصغر وهذاك الاكبر. نعم صحيح. بيموت على البنات بيموت. تعالي 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 لا هذا اصلا مش ابوك، ابوي هنا هذا ابوي. ما ابو ابوك انت مني هاي مني هاي وراي يا ويلك. هذا هذا مش هلو هلو تتونه. طب طب صبري تعالي زين صبري. انت تحبي ماما اكثر لو ما او لو بابا؟ هي اشكر فنك. ايه ابوك تحبين اكثر؟ ما تعرف انا الله تابوك انت النحيس بعد. وين الضروس وين الضروس وين الضروس وين الضروس يا الله. ايوه انت غير ابوي. ودرت ابوي هلال هناك هو يا بنياته، جيت هاي يوم يقول لك سلام عليكم خلف كيف حالك، هاي يوم يقول لك يا ليتلي فيك الحله صديق. ايوه حبك ربك. حد عندك؟ يا سلام يا رب الدنيا ظلمي. شيء طبيعي انت ناوي تظهر وانا جيت وخربت عليك صح؟ لا لا ابوي لا صليت. زين زين انت تدري انا وين صليت؟ لا اقول لكم تدرون وين صليت انا الحين الظهر والعصر؟ دخلت ابوي المول. دخلت المول الله يحفظكم واسير مكان النساء. وترخصها من الرجال اللي هناك، قال لي برايك لكن الباب لا تسكره. وش لكم انتم؟ دخلت ابوي وصليت عينت من الله خير الظهر والعصر وشكرت وطرقت وطاحت نقله. هي مجرد استأذنت منه ما خالف الرجال فقير برغم انه ما بمسلم وعنده يعني مكان مال يبيع ساتين. ودخلت قال لي كلا تقفل الباب، قلنا ان شاء الله الحمد لله جايين على مسح. وصليت الظهر والعصر وعينت من الله خير، يعني شيء وايد جميل فكرة يتري والحمد لله ما قال لا حليلة. تشوفون احنا توحينا هذا كله مطعم واحد مطعم تركي. ها يا ربي بلاد من كبره بلاد هالمطعم. يقول لك الأكل التركي اللي موجود فيه ما يرومون عليه حتى الأتراك في تركيا، ما يرومون يسوون هالخدمة، ما يرومون ما حد قالك تجي قدامي عادة ما بمسحه، ما يرومون حتى طبابيخ تركيا ما يطبخون طباخهم. يا يبين أبوي طبابيخ شو اسمه هو مال تركيا الأولي الإمبراطور طباخ مال أتاتورك من هاتش السنين يهني أبوي وسوى هالمطبخ وهالمطعم. هاي طباخ أتاتورك بكبره يعني عنده. شو تحرون انتم بلا بلاد بلاد الكبرى تحرون انتم مطعم عادي مطعم ابوي مطعم ابوي فوق عن العادي مطعم فوق عن العادي. الله يبوك من عجبه هذي تشوفونها ها فطاير زعتر. ها شو اقولكم شيء غير نمونه. المطعم المطعم هذا عجبه من عجائب الدنيا السبع البلاد. كم شهر يعني تمام
من شهرين مفتوح المطعم هذا، لكن هذا المطعم يقولك طباخ أتاتورك هو لي مؤسس منه. طب هاي ما المزحة ترى، ما صدق، لكن بعظمته وبهيلمان وبغرابة لي فيه تحس انها طباخ أتاتورك. هاي غواري أتاتورك بكبر هنها، شوفوهن كلهن ابوية الأول مني ويجلس يا بوله فيزر ويا بوله حتى المغسل اللي عنده ما مهين تحرون. شو رأيك في الأكل؟ شيء عجيب ها؟ اي والله غرب الله هذا أتاتورك. حتى رابعة شو اسم المطعم؟ أنا ما أعرف. حريم السلطان هذا المطعم. شو اسم المطعم؟ رويا. رويا؟ رويا. حصة. شو هاك هناك شيء برايفت روم، غرفة خاصة. المطعم هذاك الطاولة هاي تشل تقريبا 20 ولا زايد قاصر شوية ولا قاصر ولا زايد شوية. لكن حول 20 هاي برايفت روم. خدمته وعلمها وخبرها شيء لا صار ولا استوى. والمطعم عاد ما ينقص أول من آخر. بلاد من كبره. هذا أبوي واقيو كباب وتشيكن كباب، وهذا ما أدري شو بعد نسيته شو، وهذا بعد من عمهم، وهذا هالنمونة كك وكباب وكل. شو بقولكم شيء طماشة. هذا أبوي لحم بالروب ترى، هذا اللي تشوفونه ترى هاي ما برسمه، هذا شيء صدقي مخصوص حق هذا. يا رك الله انت. يا رب البيت والحرام. انا فور ذس وان واكي تشيكن كباب يوغورت توميتو صوص اند تشيلي بريد. ذس از واجيو نو يوغورت لو كباب با اون ذا توب اوف ات ذير از واجيو تشيكن كباب. هي سامحوني عاد ما ادري شو قاعد. انا فور ذس وان اولسو ذيس از ذا بارلي ريسوتو اي كلام شيك بيس انفيرونيو. ما شاء الله. شوف هذا عيش مبنى، لا العيش هذا العادي يعني، هذا لمن طارف. شو بقول لكم ابوي طباخ أتاتورك بيض الله تويهك. يعني مطعم بلاد من كبره، ما يليج في عقلك انك انت بحياتك بتشوف مطعم بهالنمونه. المشكله الموقع مالك هذا حمام، يقولون لك حمام ما يهون عليك حتى. والله يا ابوكم ين ثلج. شو مغاسلها، شو عجبه. هاي يوم يقول لك المطعم اللي ما كان شراته مطعم في الدنيا العودة ما كذا. نعم عجب. هاي كم؟ 10 باوند. صورة ب 10 باوند، اوكي؟ اوكي. انزين، وانت؟ 10 باوند. يلا تعال هني عد لنا. يلا جيب 10 باوند. يلا. ما عندك؟ بس بسوي سلف، يلا تعالي. يلا أنا طالب شحينة. يلا، 10 و10 و10. 30 باوند، الحين أنا أسيب 20، صح؟ باجي لي 10 باوند. زين؟ شو اسمك انت؟ وانت؟ وانت؟ وين الدروس؟ يلا منو شاس؟ من شليوي؟ عامري؟ لا ما اعرفه. انا اول. يلا انزين خلاص كلنا صورنا. بهرنا ابوي من باب سلفرج هذا الطرفاني ها. يينا بين هالبنايات. يينا هالمكان هذي تشوفونه. كل الكافيهات اللي في الدنيا كلها فيه. جايين مكان يمدحون الشو، يمدحون ال كريم كراميل فيها ون. الله عليكم ترى العرب ابوي عائشة مبسوطة. شوف الدنيا. يا سلام سلام. هذا المطعم اللي يطرونه. يقولكم اختصاصه بس كل شيء عنده، لكن اخير ما يكون عنده تعنا للعرب من اخر الدنيا عسب الكريم كراميل ماله. يسوي كريم كراميل يضرب الوصف. هذا طريقها. هذا تظهر من الباب الطرفاني مال سلفرج اللي على يم. وتخاف ابوي مكان كل الكافيهات اللي منك، وتي ابوي الطريق هذا اسمع ما اعرفه كان هذا اسمه حمار. وما نزل كاميرا تحت يمين الحريم. كوتي اسمه. بلاد عاد مكبر. عاد يقول لك هذا اكسبريسو ماكياتو. هذا عاد مالهم غير نمونه. ها شط واحد بس، لكن شيء طبيعي. انا اطلب ابوي دبل شط. And there's a chocolate mousse as well. See the bill. كرم كراميل مالك.
هذا ابوي كرملة ما بصور. لا خلاص قلتوا ما تبون تصوير ما شيء تصوير. هذا ابوك الكرملة التم. ها يا ابو خيبة تخيب عدوان الله. انا ابو قوية شوية كما علي. خفيف 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 خفيف. هاي كرملة التم. لا اله الا الله ملعون ابو اللي ابوك الرجيم. انا الله ابو الرجيم على ابو اللي يقول رجيم. دايت خلي ولا دايت والله. اقول لك العرب كلها تعنى من اخر الدنيا عسب هالكرملة. الكرملة هلا والله. شوف الله شوف الله عليك. شوف دقة هل ما عرفت انت هني. شوف الله عليك والله اني قلت باكل هالكبير لعن خاطر. لا لا باكل بهالكبير ولا عندي خبر. ايه اسميني بقول بي يا حبيب النبي رقم واحد ابوي اللي ما اكل من هذه الكرملة حياته لا ياكل كرملة. لا تقول لي خدمة بيوت ولا غير خدمة بيوت. شفت عرب هني مكثرهم من كل دار ناس ما شفتهم من لك سنة وتهرهم ابوي ما يتعنون على هالاساس على هذا الشيء الكرملة مال هالدكان اللي خبركم عن المطعم. يصيحون لك ابوي من الشوكلت موز مالهم. والله يا ابوك ينا يا ابوك يوم بتضرب بالخاشوقة في الطويسة هذه ينك ما ودك تظهرها ان لها تصر الخاشوقة في الشوكولات موز تصر كان شيء يصر هالنمونة. الله اكبر. انا الله تعالى الرجيم. يا ست هناك اليوم وين؟ اليوم ملهي. اليوم ملهي. والثمين هذا ابوي تريدونه؟ هذا يجنن يهبل. Meet you again. Nice to meet you again. والله after 1 year. Yeah, 1 year. I love it. Not 1 year. 6 months. Six months. Awesome. Yeah. That's it. But it's good. It's good. You're back in London. Ah, how's your perfume now? It is awesome. It is very ajeeb. And we've got some new ones. We've got some jadeed. Inshallah. Yeah. Tomorrow we'll talk about tomorrow. Tomorrow we will. See you tomorrow. Inshallah. اليوم اللي سلفرج اليوم قزيناه كاشي كاشي وبلاطة بلاطة. مرة ما قصرنا فيه في سلفرج. وحين الله يحفظكم اليوم عشانا بيكون في مطعم روية التركي اللي المساعة صورته هنا. ترى أنا ما أكلت. كلهم الشباب كانوا يأكلون أنا ما رمت أكل. أنا بني لندن يكون ويبتين الريوق وعشاء. واحد من الاثنين يعني ما شيء. هو حين غدا هو عشاء. انكلت من ساعة وياهم. فأنا أشوف على هالعالم يا ربي هاكل مال سكرين بيكون. ها. أقولكم فإذا الله جعلنا من الحيين بيكون اليوم عشائي أنا أبو محمد في المطعم التركي إذا الله راد. جماعة ساعة يربوني المطعم. انا شفت شيء عجب وما كنت يعني واي كنت شيء بسيط اليوم فانسرت وكلت وياهم. ها انسرت وكلت وياهم. ما باكل اكل اللي هو اكل شبعه لاني شبعان ما فيه يوع. المهم عاد بغيت اتفلسف على ابو محمد واقول اني انا عازم لك اليوم. شو حليلها شو زيتونها شو زيتونه. سبحانك يا رب سبحانك يا رب ما عدم شانك اللهم لك الحمد. المهم أبني عاد اليوم بقول حق محمد انه بتفسف على المطعم هذا اخبره عنه. قال لي ابوي انا ما اكل فيه. شد كله فيه ويعرفه قبل 3-4 ايام. ما شاء الله ما ترى الجديد الناس كلها تعرف عنه. وانا ما جيت لندن متى من شهر 12 وهذا ابوي وقوم هلال جايين قبل باسبوعين فلذلك يعرفون الدنيا كلها. فكل شيء جديد الناس ترمس عنه وتعرفه وتتداوله. شيء طبيعي انا بخبركم قال لكم يوم بلقط شيء غريب بصوره. هالكراسي ان شاء الله الكراسي مال البلديه. مال البلديه يعني شوف لكم ما شاء الله كيف استوين كذا لون ولون. كل دقيقه لون على الشارع يعني. اللي يقصد في كراسي البلدية يعني العموميات مالات اللوادم يعني اللي في الشوارع اللي تعال ويلس عليهم مالات مطعم والأشياء. فحركة حلوة يعني كل
30 ثانية يتغير لونهن، كل 30 ثانية يتغير لونهن. شيء جميل، شيء ملفت للنظر يعني. ها طيب، من يشبع من المشي في شوارع لندن؟ منو يشبع من المشي؟ ولا منو يعيز؟ ولا منو يقول انه عايزان؟ ولا ما له خاطر؟ مرحبا وال مليون مليون مرحبا مليون. عليك وعليه. وينو؟ رد السلام عليه. انا مخبرنكم قال لكم وين بتعشى، المطعم التركي. شوفوا ها، هذا ابو ياكلهم ها، وهذا ياكلهم، وهذا بعد من غير ها، وهذا ما ادري شو بقول لكم. امور امور امور.